لسه بنرصد وبنتابع لحضراتكم كل ما يحدث داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذه النسخة تحديدا. يمكن اللي أهم ما يميزها هو المسرح الخارجي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اللي بيقدم عروض كتيرة، عروض لها علاقة بالثقافة والفن أيضا لرواد وجمهور، ما بين سواء كانت عروض خاصة بالسيرك أو كورال مركز الشباب والرياضة وقصور الثقافة. تعالوا نتابع هذا التقرير. على المسرح الخارجي للمعرض جذبت عروض السيرك اللي بينظمها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 أنظار جمهور وزوار المعرض. كمان قدم كورال مراكز الشباب والرياضة مجموعة من العروض الفنية والغنائية لمواهب فنية شبابية. صراحة أنا أول مرة أشوف الجمال ده، يعني لا حقيقي حاجة تحفة. أنا باجي على طول مدينة نصر على طول، بس أول مرة أجي أرض المعرض في التجمع. لا حاجة السنة دي حاجة رهيبة يعني، ممتازة بجد. عرض أكثر من رائع، بيدل على تراث مصر والتطور اللي هي قايمة بيه، وخاصة بعد مؤتمر المناخ اللي حصل في شرم الشيخ. ده كلها طفرات حاصلة في مصر بتدل على القيادة الحكيمة والرسالة اللي عايزة توصلها للعالم كله، إن مصر باقية ودائمة على طول. وقدم كورال قصر ثقافة الأسمرات فقرات فنية على المسرح الخارجي في خامس يوم من فعاليات المعرض، وتفاعل الحضور في ساحة المعرض بالتصفيق والتحية مع العروض اللي قدمت. احنا بدأنا في تكوين الفرق ديت من 2019 من خلال تخطيط ثقافي لمنطقة حي الأسمرات والتنمية الثقافية المتكاملة لبناء الإنسان. ويمكن احنا يعني الحمد لله أحدثنا حراك ثقافي وفني في قصر ثقافة الأسمرات ومع أبناء الأسمرات أهالي الأسمرات على مختلف فئات المجتمع حي الأسمرات. احنا جايبين مدربين متخصصين في جميع الأنشطة، سواء في الفنون الشعبية أو في الموسيقى أو في الإلقاء الشعري، جميعهم مدربين محترفين. يعني عندنا الأستاذ أشرف ده مدرب فنون شعبية واستعراضية، والأستاذ محمد الوريس ده ملحن وهو اللي بيقوم بالتدريب الموسيقي والسولفيج والكورال الخاص بالقصر، وعندنا في الإلقاء الشعري أنا اللي بعمل ده والمسرح والتمثيل. بنعمل زي نظام الورشة وبنشوف اللي هو اللي بنوجهه على الموهبة بتاعته. يعني في ناس صوتها كويس بنوجهها ناحية الموسيقى، في ناس بتقول الشعر كويس وبتقول إلقاء الشعر كويس والفوناتكس كويس والألفاظ بتقرع من مخارجها كويسة، بنوجهه ناحية الإلقاء الشعر والتمثيل، تاخد بال حضرتك. بالإضافة لأن احنا بنحاول نشوف الموهبة فين عندهم وبننميها كمان. المعرض يعني الحمد لله فيه فعاليات كتير قوي بتحصل فيه، ووزارة الثقافة مهتمة جدا بالمسألة دي. يعني هي محاولة مش لتثقيف الأطفال بتوعنا بس، بتوع الوزارة عندنا، لا يعني للشعب عموما، يعني كل الناس، من حق الناس ان هي تتفرج على فن محترم، تشوف معارض محترمة هادفة. فوزارة الثقافة يعني شايلة على عاتقها الموضوع ده وبتقدمه، والحمد لله يعني عاملين فيه دور كويس جدا.